أبو عامر استشهد يا رجال. شو؟ أبو عامر استشهد؟ وأبي؟ الله يرحمه. الله يرحمك يا أبو جميل. عشت رجال وماتت رجال. الله يرحمك يا أبو عامر. رماك الهوى يا ناعم، رماك الهوى يا ناعم. عليك يا واطي، عم تضحك يا ابن الحرام؟ على اساس متراعك؟ عليك وعلى شرفك يا ندل. والله مظبوط، مو بالدراع. بتعرف بشو مسكناه؟ بشو؟ بهي. تبزق ما؟ عم يبزق، عم يبزق، عم يبزق، عم يبزق. ولك خد خد واطي. قلي موريس، شو في أخبار عن هاي المعركة؟ مين مات؟ أبو عامر كبيرهم، وأبو جميل والعدد الكثير سيدي. مين كمان؟ مات الذي كنا نخشى منه ميسيو. مين؟ أبو الخضر سيدي. أبو الخضر مات؟ والجرحى أكثر من القتلى، وأسرنا منهم ميسيو. من عنا؟ ليس كثيرا سيدي، اثنان ثلاثة. طيب مين أسرنا؟ أسرنا صقر ابن أبو صقر كبير الحارة سيدي. يعني صقر هلأ تحت إيدنا؟ وقع تحت قبضتنا سيدي. بيا عزام داوي شرحة أمرك. عزام عمل لك داو جرحى، ليش واقف؟ هو يلي ماتوا مننا، شلون بدنا نجيبهم من عند الفرنساوي وندفنهم عنا ابو رضا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، الفرنساوي هو رح يدفن الشهداء. ويلي انأسروا شو من شانهم؟ اللي انأسروا ما رح نتركه، بعدين رح نطالعهم من عند الفرنساوي. وليش؟ شنو هلا ما منقدر نساوي شيء،
بس هيك ما بيصير. ما بيصير؟ شو اللي ما بيصير عزام؟ ما كان لازم نرجع إلا وهن معنا. وانت شلون شفت الوضع؟ كان فينا نجيب حدا منهم؟ لك حميد الله اللي قدرنا ننفذ بحالنا سالمين. يا الله، ليش هيك صار معنا؟ ليش؟ ليش أنا هاين علي حدا منهم؟ كلهم غاليين على قلبي، كلهم. الله يا أختي مسعيد، غريب أعطاكي أمره ودفناه بالطريق. قولي على أهمتي. أبو سعيد ما بنعرف وين، يعني لا إذا مستشهد ولا إذا الفرنساوية كان شينه. لك شو عم تحكي أنت؟ لك شو عم تحكي؟ والله هذا اللي صار. قولي على أهمتي، قولي على أهمتي، قولي على أهمتي. عهدا علي إني ما أشلح الأسود لحتى يطلع الفرنساوي من البلد كله، وبعهدك إني رح أمشي بطريقك وكمل اللي مشيت فيه لحتى ما يضل مستعمر بكل البلد. ونظراً علي يا أبو عامر إني رح أخذ بتاري وتار كل شيء ضحى بدمه كرمال الشام وأهل الشام. والله أهل الحارة قايمة قيامتهم من صغيرهم لكبيرهم، وما قلن صير غير موتة أبو عامر وأبو جميل. الله يرحمهم، ارتاحوا وريحوا. إيه والله الله يرحمهم، ما كان في بأخلاقهم ومعاملتهم مع الناس. شو عرفك فيهم؟ شو عرفك بأخلاقهم وبمعاملتهم مع الناس؟ من كلام الناس يا مم، من كلام الناس. من كلام الناس؟ ولا من كلام صبري؟ يا مو، ما بدك تروحي تعزي بيت شهيرة خانوم وبيت أبو جميل؟ كيف لكان؟ إجباري بدي روح، مشان الموضوع اللي شاغل لي بالي إجباري بدي روح. مشان أخي مظهر مو؟ إيه يا مو، أنا لازم طالعة من الحبس لو شو ما كلفنا، مهم إنه يرجع لنا بخير وسلامة. يا ريت يا مو يا ريت، بس المشكلة إنه أخي مظهر متهم بتهمة كبيرة
وكتير صعب يطلع منها. ما في شيء اسمه صعب. أنا بدي طالعه من الحبس يعني بدي طالعه. إن شاء الله بإذن الله بيرجع. بس مظهر متهم بتهمة قتل. أخوكي ما قتل حدا. ما قتل حدا، فهمتي؟ إيه فهمت يا مو، فهمت. في خبرية ما حلوة مظهر بيك. خير شو في أحكي؟ كبير حارتكم أبو عامر. شو بقى أبو عامر؟ أعطاك عمره هو شوية شباب من الحارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العمر إلى أخيه. خير معلم، شو في؟ أبو عامر أعطاك عمره الله يرحمه. الله يرحمه، كتير مهزوز بدنك. لك خلصنا ولا؟ زلمي صار دار الحق، ما بجوز عليه غير الرحمة. بعدين أبو عامر كان كبيرنا، كان رجال، فهمت؟ وين بنتك كاملة أم عزو؟ أضرب عليها تركتها بالبيت، مسكت عدة على جوزة أبو عامر من لما سمعت الخبر وهي حابسة حالها بالأوضة وعلى بكي. الله يصبرها ويصبر الست شهيرة. آمين يا رب العالمين. طولي بالك يا شهيرة خانو، أنت إنسانة مؤمنة وبتعرفي إنه الموت علينا حق. الله يرحم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعين حماتك على موتة جوزة. إيه والله يا أمو، ماسكة العدة وقاعدة بغرفتها مو راضيانة تشوف حدا. الله يصبرها، لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين يا رب. إن شاء الله العمر إليك يا شهيرة خانو، الله يكون معك ويصبرك. الله يسلم عمرك. قلبي معك يا شهيرة خانو، صدقيني زعلانة من جوات قلبي كأنه أخي وأعز. الله يرحمه، كان بينحلف فيه بأخلاقه بكرمه. بدي أقلك على شغلة شهيرة خانو. هلأ مو وقت عزمي يا خانو. ايه صحيح مو وقتها، بعدك الحمى شو سقيلي هلا وقت الحكي. انا بشو انتو بشو، ما تواخذيني دخيلك. العمر الك شهيرة خانو. سلم عمرك ست سعاد. الله يرحمه ويقتل كل قاتل. ست شهيرة، شو من شان جوزي؟ ما بعرف شي عنه، بس بإذن الله رح يرجع. يا رب يا رب يا رب. يا
بيته صحة يا رجال، الأكل عاد الشماتة، قصدي عاد المحبة. كلوا وشبعوا على روح أبو عامر وروحه بالصبح، وعلى روح غريب أبو جميل معلم، وعلى روح صخر كمان. هذا خص نص، بس تطلع روحه بدي يذبح 10 خواريف ووزعهم على كلاب حسنة على روحه النسة. صحتين. على قلبك معلم. على قلبك. كلوا يا شباب، كلوا رموا عظمكم. سبحانك فوقنا عذاب. الله يرحمه. سلام. تعيش وتترحى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إنما سمعنا شكر الله سعيد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. أبو حمدي ما رب هالشي. دريت شو صار بأبو الصخر؟ هي دريت المسكين جاء الفالج لما دري إنه الفرنساوي أخدوا ابنه صخر. إن شاء الله ناوي ترجع على الحارة وتبيع الناس مي مثل أيام زمان. شب أنا أبو جواد ما بقدر أرجع لأخذ إذن من كبير الحارة. كبير الحارة؟ الله يرحم كبير الحارة، عطاك عمره. الله يرحمه ويحسن إليه. بالحارة في ناس كبارية أخي بنشد الظهر فيهم. شب أنا أبو جواد؟ مظبوط حكيك، بس مثل أبو عامر الله يرحمه لا صار ولا بيصير. بدي اسألك، مين بده يشتغل دومري بدل ابو سعيد؟ ولا شو بيعرفني، مين ما بده يشتغل يشتغل، المهم الله يرجعه بخير وسلامة. سيدي لو بده يرجع كان رجع من زمان. والله عم تحكي مظبوط، لو كان بده يرجع كان رجع.
جرب وقال للناس اسمعوا الحكم يا ناس، جرب وقال للناس خدوا العبر يا ناس، في ناس أصلوا معادن وفي ناس معدن خاس، واللي بحب الخير واللي بحب الخير بحبوا إله للناس، واللي بيطبعوا الشر هذا دساس، ومجرب وقال للناس اسمعوا العبر يا يا ناس. الله على الحكيات، وهي احلى كاسه شاي لعمي ابو حكمي. يسلم ايديك. صب صب. تفضل اخي. سلم ايديك. اكلت كامله؟ لا والله ما اكلت يا ابن عمي، وقال ما بدها تطلع من اوضتها. يرضى عليك يا معز، داريها داريها قد ما فيكي، مصيبتها كبيره المسكينه. ما يبعث لي حمى عليها من ساعه ما سمعت خبر جوزها، وصار وشها اصفر مثل الليمونه، والتحشت على هالارض وبلشت تبكي وتقتل بحالها. يا حق عليكم، انتوا اللي خبرتوها هالخبريه هيك فجاه، كنتوا رح تفلجوها، ما في طريقه تانية؟ شو هي الطريقه يا بي؟ ليش تدي بوزك؟ بكره بتنزل على الدكانه انت. أمرك يا أبي، بس أنا كار الحلاقة يعني ما تعلمت على أصوله. راح تتعلم. مين بده يعلمني؟ أنا راح أعلمك. إذا أنت تمام فكرت برو راح يعلمني. الله يسامحك لك ابني، معقولة برو يعلمك؟ شو بعرفني يا مو، هيك قلت لحالي يعني. لا لا تولى حالك، يلا كلوا خلصوني. حاضر يا يا مو بشير، مظهر لازم ينشنق بسرعة. القصة مو بإيدي يامو. بإيد مين لكان؟ يامو أنا كل شي فيني أعمله إنه روح لعند الكومندان يعجل بشنقه، أما أنا قرب شنقه شو دخلني أنا؟ أمي الله يوفقك، لا بقى تحكوا شي قدام لورتي. مسكينة هلأ ما عم تصدق إنه الواطي هو اللي قتله لأبي. يامو وردة أختك هي اللي بدها إياه يموت اليوم قبل بكرة، ليش؟ لأنه هي مو طايقته، لأنه خانة وغشة، أصلاً هو تجوزها لينتقم مننا كلياتنا. خلاص يا مو خلاص خلاص، وحياة عينك ليتعلق بالحارة ثلاث أيام، روقي بس روقي. تقبر قلبي. هو وحامد أخي، هو وحامد. تكرم عينك أخي، هو وحامد. شو هالحكي عم تحكي هذا؟ بدك كان يتجوز عبود شفيقة، ولسه اليوم أول يوم بيعزى أبو عامر وأبو جميل وغريب. مو هيك قصدي ابن عمي. لكن كان هيك قصدك لما مو هيك قصدك، أي مين من هالسيرة؟ أمرك. جواد، لك أنا لولا اللي صار ببناتك، لا يحلم عبود يموت ضفرة لشفيقة. بس كله من وراكي يا فكرية، كله من وراكي. شي وراح ابن عمي، راح. لا لا ما في شي راح، لك انا بطي راسي من هلا ليوم مماتي، عم تفهمي؟ لك انا ماني طايق شوف خلقتهم هدول، الله يعدمني اياهم الشرف بجاه، لا اله الا الله. لا وبيزعلوا كمان. استهدي بالرحمن ابن عمي، الله يوفقه. لك ما راح يداري بال. شو فكريه صارت عند الزور؟ ما فيها تتجوز غير لحتى تولد، وهاتي لتولد بقى، كم شهر لسه بدها؟ لا
فتح عين وغمض عين بتلاقيها ولدت. ان شاء الله ان شاء الله. لك مالح ارتاح خير لحتى استر العرض اللي انفضح بين الناس. ما عم صدق يا شهيرة خانو، ما عم صدق. داري الموت عن جد بينقي خيرة الرجال. الله يرحمك يا ابو عامر ويجعل مسواك الجنة. خالص عمره يا مطيع، هيك الله راي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. كانوا مثل النمل يا بيه، مثل النمل، قوة كبيرة كتير كتير، إحنا مالنا قد. مو على اساس مجهزين حالكم ومتفقين على كل شيء؟ وانا مثلك يا ابي لهلا ما عم اصدق. نحن وصلنا على السكنه من هون ولقيناهم عم بيستنونا، لا وعندهم علم بكل تحركاتنا وبلشوا فينا زخ رصاص يا ابي، زخ رصاص زخ رصاص. عفا على شغله العفا الفرنساويه، شو عرفون انكم جايين؟ اكيد في واحد خسيس بيناتنا عم ينقل لهم كل تحركاتنا. والله لا يوفقه مين ما كان يكون. بسيطة يا مو بسيطة، أكيد رح نلقطه. بالي مشغول عند اخي جميل عم فكر يطلع صعد الدكان. ايه مو غلط والله، بس وينها؟ لا تقطعني ها؟ شلون يعني ما اقطعك؟ يعني خليك عم تروح لعند ابوك على الدكان، بس بنفس الوقت لا تفك الشراكه معي بس لبين ما تيسر امورك وتتعلم كارم الاطاره من اخوك جميل، فهمت علي؟ ايه فهمت عليك، ان شاء الله محلوله. ان شاء الله خير. خلصنا بقى فوت لجوا خلينا نشرب لنا كاسه شاي احسن مالك واقف. لا عيونك يلا ما بتلاقيني غير سلطان داب. يلا يا بيه بلش احلق. يلا بسم الله. شو بدي اسوي معلم؟ بدي اصل لشعرك. هلا بدك عزه ويتعلم براسي؟ اي نعم بدي يتعلم براسك يا حبيبي. بدي اتعلم البيطر بحمير النور. خلاص نعمل لك. بس يا معلمي. لك خراس خراس. امرك ما بتفتح تمك ولا كلمه. يلا يا بيه يلا يلا بسم الله. معلمي خليني اتعلم براس حدا. ما بصير يتعلم براس زبون، بدي يتعلم براسك بالاول، فهمت؟ خلصني بقى بدي بلش. يلا يا بي لحظه شوي لحظه شوي. تمسك المشط وتحطه بين الشعر وبتحط بالجهه الثانيه القص وبتنزل فراغ شوي شوي. طيب. اي 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 شباب اخرس بس ما بدي. ماشي ثبت حالك. يلا ولا كلمه. عزو لا تخاف عزو علمك حبيبي. شوي شوي منيح هيك يا بيه؟ لا مو هيك، قلت لك بتحط القص مع محازات المشط وبتقص شوي شوي. طيب يلا بسم الله. دير بالك ادني ها ادني ادني بلا لعي شبعك اهدى عليك العوض. خلاص رح اعوض لك يا. شو بدك تعوض ليها معني؟ رح اعطيك اجرة يوم زيادة. كتر خيرك. تمام هيك يا بي؟ ماشي الحال. يلا بس من خلصت حلاقة شعره رح أعلمك حلاقة الدقن. كمان؟ لا أخرس أخرس أمرك. يلا يا بي يلا. أيوة قوات فرقة فرنسية عظمى قوية كتير، يعني ما حدا بيقدر قدامها يوقف، لا مخربين ولا غيره. بس أنا ورجالي كنا عم نقاتل جنبهم وما تركناهم بنوب. مو صحيح أبو الرجل مو صحيح.
سيدي بالمعركة كنا أنا ورجالي وبالعلامة. رجالك؟ أنه رجال أنت تحكي؟ قوات فرنسية عظمى انتصرت بمعركة بدون أي حدا يساعدها. بعدين أنت ما بحق لك تقول رجالي، لأنه أنت رجال عدد قليل، سلاح خفيف قديم. بس هدول اللي عم تقول عنهم انه عددهم قليل وسلاحهم خفيف، هن اللي قتلوا له ابو عامر وابو جميل وابو الخضر. مو صحيح ابو الرجاء، مو صحيح. لا يا سيدي، الله يسامحك، اللي عم تقول لي مو صحيح. شوف ابو الرجاء، انت لازم يكتر الرجال، يعني رجال كتير، لانه بس انتو تكتروا انا بشوفكن بدعمكن بعطيكن سلاح قوي ورشاش. ايه بامرك سيدي، انا بامرك. انت لازم يجمع رجال كتير ويكون قلبن قوي حجر، رجال ما يعرف خوف ما يعرف قلب طيب. وهذا اللي رح يصير سيدي، هذا اللي رح يصير. ابو رجاء انت فيك روح، انا مستني منك اخبار كويسه الي انا ولا فرنسا العظمى. الله يخلينا جناب الكومندان، الله يخلينا فرنسا العظمى. احترامي سيدي، هل تريد شيئا اخر بيسيو؟ قول لبشير أفندي يبعث مساعده وفيق فورا. لماذا يا سيدي؟ وفيق كويس، جيد في العمل، نحن بحاجته. وماذا سوف يأمل معنا سيدي؟ رح يكون وفيق مساعد كركون حارة العمارة، لأنه وفيق بيضبط الناس بقوة. دكو بسيو، احترامي سيدي. شطبني تصطيب يا معلمي. لك خراس، قلت لك رح اعوض لك اياها. بدي اياه يتعلم براسك ودقنك، فهمت يا غبي؟ الله يصبرني لحتى يصير معلم. نعيما. الله ينعم عليك يا سيدي معلمي. شلون عجبتك الحلاقه؟ كثير كثير. معك بتصير معلم، بس بعد ألف مره حلاقه. ايه لا، بعد شي 10 حلاقات رح يكون معلم تمام. يلا يلا قوم جيب لنا طعم شاي. قوم. حاضر معلمي. ولك ابني مرة تانية لا تقسي ايدك على موس الحلاقة، بتحط الموس على الدقن وبتمشيه شوي شوي بكل طراوة، فهمت؟ بأمرك أبي، المرة الجاية بطري ايدي. لك ابني ما بيصير هيك، سويت له وشه خريطة. يا أبي هو من يوم يومه وشه بعجار. ألو، احترامي سيدي. نعم، ايه عندي سيدي. ايه فورا فورا سيدي فورا. ايه يلا. احترامي سيدي، احترامي. شنو في يا ابني؟ اسمع وفيق، بتسلم كل شي بعهدتك لسميح وبتروح على السرايا. جنالك لانيك. لك شو دخلني انا؟ طالبينك بالاسم هني. يلا سميح، يا سميح. احترامي سيدي. احترمناك، بتنزل بتستلم كل شي على وفيق لانه نقلوه. ليش؟ نقلوه على السرايا لانه يلا جيب بالك على الكركون، واصل ورجعنا. انا لوين واصل سيدي؟ لك انا مرتي بتسالني وين رايح؟ رايح على السرايا. كرامي. مشان شو رايح على السرايا؟
رفيق شو عامل لحتى نقلوه؟ نسيت وفيق. امي والله العظيم قلبي من جواته مقهور على ابو عامر. كان رجال ولا كل الرجال، صاحب شرف واخلاق وايده دايما ممدوده بالخير. الله يرحمه ويصبر اهل بيته ويصبر شهيره على غيابه. امي انا قعدت عندهم ايام، والله العظيم ما شفت منهم غير كل خير وشرف. منيح اللي وقت بين ايديه، الله ستر. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. يلا الله ييسرها معي وتولدي وتقومي بالسلامه ويجي عزه ويتجوزك ونخلص بقى يا رب. شو يا بشير افندي، كانه انت نايم عن كل شيء بيصير بحاره قصب. صدقني يا جناب الكومندان، انا ما كنت بعرف انه رجال الحاره عم يقتلوكم انتو. لو كنت بعرف ما خليتهم يخطوا خطوه واحده برات الحاره وكنت خبرتك. ولا بشير افندي، انت من ايمت بيكذب؟ انت بيعرف كل شيء بس مغمض عيونك. صدقني يا جناب الكومندان، انا ما بعرف شيء. بكل احوال هذا انت لازم يعرف انه انذار اخير، اي غلط تاني مو يعجبني انت رح تتعاقب. عد. حاضر سيدي. ليك بشير، في شغله انت لازم يعرفها كثير منيح. فرنسا عظمى هي اللي عملتك رئيس كاراكون، بس مثل ما فرنسا عظمى عملك رئيس كاراكون، انا برجعك حارس بالشارع مثل الكلب. حاضر سيدي، حاضر. بس إلي عندك طلب صغير. شو طلبك؟ بدي أمر من سيادتكم بتسريع شنق مظهر. انت بدك تقتل مظهر بسرعه لانه قتل ابوك، انتقام يعني؟ لا سيدي، شنق القانون. بشير افندي، القانون ماشي، بس مع هيك انا رح شوف شو بقدر اعمل يعني. بس انت كمان لازم من عندك تساعد فرنسا عظمى، يعني لازم تشتغل كويس. شو بشير أفندي؟ ما في كلام؟ حاضر سيدي، حاضر. باين معي أنه أنت ما رح يشتغل معنا، رح يكذب. لا سيدي، أنا ما كذبت ولا رح كذب. طيب، أنا رح يعطيك فرصة تانية مشان تشتغل بشكل كويس، وبتمنى انك تساعد فرنسا عظمى. وقتها انا رح ساعدك، بس مبدئيا رح اجل اعدام مظهر بيك لحتى اشوف انت كيف اشتغل. سيدي كون واثق انه انا رح لبي لك كل طلباتك.